بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم من جديد في انطلاقة أخرى من انطلاقات هذا المساء. انطلق بحفظ الله ورعاية شوطنا الثامن من أشواط هذه الأمسية الجميلة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات السباق المحلي الرابع في أول أيامه. وفي هذا المساء نتابع انطلاقات سن اللقاية مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق هذا الشوط بتحدي وأيضا اندفاع جميل للقعدان مع سن اللقاية، والمسافة هي 4 كيلومترات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على أول الأسماء المتقدمة. هذا هو قصيد على مقدمة الشوط من هجن المرخية، يتقدم بأول إذاعة في مسار ومنافسات هذا الشوط. يضمن عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي يقدم قصيد على مقدمة الشوط. نقل إلى المركز الثاني، نجد النمر اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يتابع انطلاقة النمر على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصول من عاني القادم والعاني في هذا الشوط من هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، يتواجد مع عاني في منافسات وتحديات هذا المسار الجميل. المركز الرابع نجد ونتابع مشاهدين الكرام قابس القادم في هذه الانطلاقة من هجن أم الزبار، يضم رفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. ناخذ المركز الخامس، المركز الخامس وصول من هداد من هجن أم الزبار، يضم جابر بن علي بن جابر النجم المري. هذه نتيجتنا الأولى مشاهدين الكرام للخمس المراكز المتقدمة. موقعنا مع 2 كيلومترات الأولى يعني انتصاف المسافة، ولكن شاهد وتابع الأسماء القادمة والمنطلقة في الكادر السفلي في منافسات جميلة مع سن اللقاية على أرضية ميدان شحانية. ما شاء الله، منافسات السباق المحلي الرابع بأول أيامه وفي أمسية من أماسي ميدان شحانية، نتابعها على أرضية الميدان وعبر قناة الريان الفضائية. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول قصيد المنطلق بأول إذاعة، ولا زال نجما في هذا الشوط يقود هذه الأسماء. ينطلق بالمركز الأول يحمل شعار هجر المرخية باندفاع والأجمل عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي، يتابع هذا الشعار مع قصيد مع هجر المرخية بانطلاقة والأجمل كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. المركز الثاني بدأ التحرك في هذه اللحظات من عاني من هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، الوحش بدأ يقدم عاني على المركز الثاني. المركز الثالث نجد ونتابع انطلاق من النمر من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يتابع النمر على المركز الثالث. المركز الرابع، يا سلام يا هداد، بدأ يزيد من السرعة وينطلق على المركز الرابع هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات وقدوم مع المركز الخامس من قبل وابل من هجن أم الزبار، وصل عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يتابع وابل في عملية التضمير. اقتربت الأسماء، الموقع في أجواء الكيلو متر الأخير، موقعنا في التحديات النهائية في انطلاقة هذا الشوط. وصلت الأسماء، شوف الهجوم القادم. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت المنافسة، بدأت السرعة، بدأت التعليمات، بدأت الإثارة على أرضية الميدان. زحمة زحمة في هذا الشوط، إثارة وسرعة. الله الله الله، المقدمة عاني 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 من هجر من زبار مبارك بن محمد بن صرير، يقدم الانطلاقة مع عاني. المركز الثاني وصل هداد، وفي المركز الثالث القدوم من العقرب هجن الشقب. وصلت في هذه اللحظات تقدم لنا العقرب مع هذه الانطلاقة. وصل الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي لا يعرف الهدوم على الامتار النهائية، ولكن خلونا مع الصدارة مع المقدمة. عاني 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 في مقدمة الشوط في مركز القمة، منطلق بالمركز الأول والصدارة الأولى، لكن الخطر قادم من الجانب الآخر. نتابع مواجهة اللي واجه هنا في لحظات المواجهة
القادم بشعار هجن الشحانية مع العطية، وارصد موفق من هجن الغرافة المدهش القادم بالشعار الغرفاوي ثلاثية البداية. اللحظات الأخيرة نتابع هذا الأداء، غرفاوي غرفاوي غرفاوي، الله يا سلام على الأداء الجميل، موفق وانت موفق، سلام لهجن الغرافة سلام، شكرا يا المدهوشي. وهذه برود الأعصاب مع المدهوشي في اللحظات الأخيرة، ويقدم لنا في اللحظات الحاسمة موفق ليحظى على ناموس هذا الشوط بالشعار الغرفاوي الكبير. تهانينا والناموس لهجن الغرافة هذا الفوز والانتصار. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي الذي قدم لنا موفق في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني، المركز الثاني وصل مواجه من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أما المركز الثالث فكان الوصول من عاني من هجن من زبار بمتابعة مبارك بن محمد بن الصرير. والمركز الرابع، المركز الرابع وصول من وابل من هجن من زبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. أما المركز الخامس، المركز الخامس فوصل هداد من هجن من زبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. هذه نتيجتنا، ولكن لنا عودة إلى الشعار الغرفاوي في انطلاقه والأجمل مع موفق. ناخذ التوقيت الزمني 5:59 81 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الغرافة، التهنئة موصولة لمنتج المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثاني وصل مواجه في 5:59 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أما المركز الثالث فكان الوصول من عاني في 6:43 43 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار، والتهني لمبارك بن محمد بن صرير.